دلوقتي هسألك مثلا سؤال وانت تكتب الإجابة من غير ما تقولها، وانت كمان تكتبي الإجابة، اوكي؟ هكتب بحبك يا هفي. لا هتكتبي هكتب بحبك يا هفي. مش كل دي ولا نقطة. طب خلاص هاخد اجيلي نقطة. ايوه وبعدين نشوف بقى، ونفس الموضوع مادي يسأل نجلة ونشوف انتوا التوافق ما بينكم. طب يا فيفي ماشي، بصي لي يا هفي، بصي لا مش عايزين غش. طب ماشي انا ما قلتش حاجة. اتفضل. أول سؤال طبعا لازم يكون لعفيفي. أهلا وسهلا. آخر مكالمة على تليفون نجلة من مين؟ صباح الفل. بصي بقى اكتبي على طول ما تقعديش تغشي. خلي اكتب. مش عارفة اكتب. ده كويس الخط ده ولا امسح واكتب اكبر؟ بس يعني حلو بس ده الأسئلة كتير يعني هناخد الصفحة. لا انا نمسح. آخر مكالمة عملتها. اوكي كبير عشان تبان. ماشي كتبته خلاص؟ ده غير المكالمات اللي بتمسحها من وراك. ماشي. يلا نلف بقى، واحد اتنين تلاتة، لف يا عفيفي. لف. سلمى وهدان. انت صح. هو اللي صح. هي اللي نسيت آخر مكالمة عملتها. صح هو صح. خسروا أول نقطة، والسؤال التاني المدوجي. السؤال لنجلة. نعم. السؤال سهل بقى. عفيفي لابس فانيلا ولا لأ؟ انا اللي اقول لك انا بس. مش باينه لو هي لو هو كان لابس. انت ممكن تسال مهندس الصوت عشان هو اللي لابس المايك. يلا يلا لف. هو ما بيحبش الفلنات. واول نقطه الفلنه عفيفي. في حاجه ثانيه في الغيارات الداخليه هنسال عنها. ممكن الله اعلم. السؤال لعفيفي القمر، قول لي نجله مثلت كام فيلم ومسلسل بالظبط؟ يلا انا اسكن. انا ما اعرفش كام مسلسل ده، انت عايزين اقعد احسب كل ده يعني؟ فيلم ولا مسلسل؟ خلاص كام مسلسل؟ لا صعبه قوي. انا ذات نفسي لازم عايزين اصلا مجموعه انت تقعدي تفرهم لنا. انا ضربت الرقم في يعني لا في التقريبي كده. ها طب احنا ننام ونيجي بكره؟ اه تكوني ذاكرتي؟ اه بجد؟ اه والله. لا يعني كده بالتقريب، بالتقريب المجموع مش لازم تكتبي اساميك. بالتقريب بتكلم في ده. طيب يلا يلا نلف. ورينا يا عفيف فيلم واحد وعشر مسلسلات. هي كتبت بالتقريب 14 فيلم واحد، وكانت لسه هترص المسلسلات ما لحقتش، بس برضه هم كده خسروا. لو كان هو كتب 14 كان يبقى عارف عنها، بس واضح ان هو مش ملم بحياتها ومش مهتم بيها. حاولت وداء ناقوس خطر يدق في حياتها الزوجيه. مش هنقول حاجه. ده يلا كده واحد. سؤال لنجل. نعم. ايه اخر فيلم اتفرج عليه يا عزيز؟ اكتب. انا ما اعرفش اخر فيلم. لا كان اسمه ايه؟ انا انت هتقولي له. ما كنا مع بعض. هو كان واحد. ايوه اللي كنتوا مع بعض فيه. ما يتنسيش. ما فاكراه بس بجد؟ سينما بقى، شفناه في السينما. الله. خلاص لا خلاص كتبت. انت رحت سينما؟ انا قعدت في البيت بصراحه، كنا شايفينه في البيت. لف يا عفيف. طب استنى في البيت؟ لا لف خلاص بينا. طب انا رحت. هي صح ده اللي شفناه اخر. لا ده اخر فيلم شفناه في البيت. ده اخر فيلم في البيت. وده اخر فيلم في السينما. ده صح. هو انا ما قلتش في البيت او في السينما يعني، بس ده اخر فيلم في البيت وده اخر فيلم في السينما. شوفي انا هديكوا نقطه بس عشان خاطر عيون عفيف. حقيقتي ما اقدرش اخسره كل ده. وتاني نقطه عشان خاطر عيون عفيفي. وسقفه جامده قوي. بس بجد هو اخر فيلم في السينما ده اخر فيلم في البيت ده. خلاص يبقى انتوا الاجابه صح. تمام. قول لي يا عفيف. لا قول يا عفيف. لا يا عفيفي. اسم عم بابة نجلة ايه؟ عم بابة نجلة يعني ايه عم بابة نجلة؟ عم باباكي اسمه ايه؟ اذ كان انا ما اعرفوش. لا هو لازم يعرف شجرة العين. والمصحف ما اعرفش. عم بابا. امال هو يخش في جوازها كده عم ابويا. ايوه يا عم قوم يا ابني تعالى. لا استنى يا ابني جاي ناس تخسر. عم انا ما اعرفوش. مش لازم يبقى عارف عيلتي. طب انا عم بابا اسمه ايه؟ فتحي. اهو شفتي بقى. طب انا مع انا مع انا تصدق ان انت كدبت ليه؟ اسالها مش فتحي. ايوه يا جماعه عفيفي عفيفي. ابويا ما كانش عنده عم على فكره. اصلا طب في اختيارات؟ ابويا ما كانش عنده عم وثبتي. كنت تكتبه؟ لا طب خلاص اسال سؤال تاني. الاسم عم بس كم عرفوه؟ ما شفتوش. مين اخر صاحبه نجله اتخانقت معاها؟ ما بتخانقش. لا بتتخانقي. شديتي معاها؟ انت شديتي شعرها وبهدلتي. ده عمري لا ما عنديش.
خناقه خفيفه كده. طيب جت وقالت لك انا زعلانه منها قوي قوي. مين؟ اهو هقول الاسم الاول بس. طيب زعلانه منها قوي؟ اكتبي. عملت لك كروب. لا دي كده وحشه. دي وحشه. يا نهار اسود احنا فضحناها. دي وحشه. المهم مش لازم تكتبي الاسم الثلاثي يعني. يلا واحد اثنين ثلاثة. هي. انا اسمي جيجي وجيهان. ليه يا جيهان تعملي النجله كروب؟ انت الطولي تبقى معاكي في صوره دي قمر وكفايه انها من ريحه عفيفي يعني هي مش جايه لك لوحدها. ده ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ طب السؤال لنجل. عفيفي اتخرج سنه كام من الجامعه؟ اكتب يلا يا عفيف. وهو سهل عليه. خلاص يلا نلف. اوه نقطة 98. على فكرة أنا ما أعرفش عمري ما سألت السؤال ده بس خمنت. طب يلا هسألك يا عفيفي وقولي. نجلة لو ما كانتش فنانة ومذيعة كنت تحس كده إنها تشتغل إيه؟ بجد؟ ايه ده دكتوره؟ ما هو كله فن برضه. هو ده اسمه فن يا راجل. لا ده ذكاء ده بيغشش. ده هم بيغششوا بعض من بدري. فين ده؟ يلا لف ولف وما نشوف. تقريبا مختلفين. مهندسه ديكور وفي الدعايه والاعلان اهو. انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. انا وانت مش عارفين يجاوبوا زي بعض اهو. دي علامه. هو يا رب. هو دي علامه. بشتغل في الديكور. يلا اسالها يا مندوجي. السؤال الجاي لنجله يا رب. اسم جدته ايه؟ قمر اسود. ليها اسم معروف اسمها ايه؟ طب اكتبي عبير. اكتبي عبير. عبير ايه اللي عبير؟ اكتبي اي حاجه. اكتبي اي حاجه وانا هقول. انت كاتب. هاتي انا اكتبها. ما كانتش عارفه اسمي. هتعرف اسم جدتي. صح صح. يعني هي ما كانتش عارفه اسمي ايه. هتعرف اسم جدتي. على رايك صح. طب اكتب بقى. ده اسمي وسلامونا للحاج ام محمود وانا اعرفكم ان عباس دخل الجيش. كل ده اما زينب وعيالها. انت بتكتبي شجره العيله؟ طب ايه؟ ماشي يلا وريني. ماشي يا حرقه دمك وقهرتك. مامة اجمل ام جابت لي اعظم راجل عفيفي. لا ده احنا نسمع زغروطه بقى. انك ايدهن عظيم. أو ده وانا دي نقطة عشان خاطر مامة عفيفي. ونقطة عشان خاطر جدة عفيفي. وتلات نقط عشان خاطر عفيفي. وهعتبركم كسبتوا معانا في اللعبة دي. وألف ألف مبروك بقى. المصحف محسوبك. والله محسوبك. بقى والله محسوبك عشان هم عندنا في البيت. ولسه مكملين مع البرنسيسة العسل مي عز الدين وهنلعب معاها دلوقتي ابجد هوس. اتفضل. ودي لعبة بقى بصي خلاص ولا افتراض ولا أي حاجة. تمام؟ ماشي معني ما برتاحلكيش. لا اسمعي مني ماشي. بس دي هتجيبك بقى إيه بصي فضل. في الانبساط خالص. اوكي. عارفة الحروف الأبجدية؟ ألف بيه تي. هنعمل منهم قصة، يعني أنا أقول لك كلمة بالألف فأنت تردي عليا بكلمة بالبيه، جوه قصة، جملة يعني. ماشي؟ اوكي. فعايزه القصه تبقى ايه؟ معرفش يا شيماء شوفي انت. يعني مثلا نخليكي بما ان انت بتقولي ان انت بتعرفي تظبطي شعر اصحابك فنخليكي دكتوره عناب الشعر وانا جايه لك بسالك. تمام. ماشي؟ يلا. هبتدي انا بالالف. اوكي. الحين يا دكتوره شعري اتحرق. ردي بالبي. بايظ قوي. بايظ قوي يعني؟ تعبان خالص. تخيلي بيقع كده اهو في ايدي كده. ثانية واحدة واجيلك. جيتي في ايه ورحتي في ايه يا دكتورة؟ ده انا لسه داخلة لك هتسيبيني وتمشي بقول لك شعري محروق. حرقة ازاي؟ خليت جوزي يكوهولي، قام اللي يتشك في قلبه حرقهولي. دولابك فيه صح؟ ايوه دولابك فيه كريمات كفايه لشعرك وزيوت؟
زي ما تتخيلي تخيلي، مليه حاجات كتيرة ولا فيش حاجة بتحوى. كاملي ما يتقالش عليك، ما انا هقول كلمة وبعدين عمال اقول يا رب ما تتقالش. خلاص هنعكس عشان انت خسرتي، بس كنت ممكن تقولي لي رش علي بايروسول. يا سلام، صح؟ بتبقى فين المصطلحات دي والواحد مزنوق. اتفضلي. طيب هنعكس بقى، انت تبتدي بالالف. تعالي مثلا نعمل ان احنا اتنين بيتخانقوا على مز واحد. ماشي ماشي، ابتدي انت بالالف. طب نقي فكره القصه. خلاص نقي انت، ان احنا اساسا ندور على حروف. طب نقي انت. لا خلاص، هم اللي بيقولوا كلام في المطلق يعني. حلوه القصه. طيب حلوه. طب نقول كلام في المطلق، اما نعرف نجيب الكلام اصلا نبقى نعمل عليك قصه. يلا ابتدي انت. ابتدي بالالف. امور قوي الواد. بقول لك ايه، انا بكرش عليه من سنه، تهوبي من ناحيته اكسر لك رجلك، سامعاني؟ طب اعمل ايه؟ تكرشي على مين يا بيت؟ سرعه البديهه بقى بتاعت الكوميديا اللي بتفرق معايا. تكرشي على تكرشي على مين يا بيت؟ ده انا اللي مختاراه وتبعي. سيبك سيبك، ده بيبص لي بقاله سنه. والله والله سيبك بقى، في بقى فجأة هي لدغه عادي. جاتك واكسه. هيكون عينه منك وعينه مش مني؟ اهو ده انت. بس حبيبتي ده بيحبني انا. خيبه سودا على دماغه لو بقول له تاخدني انا ولا شيماء وياخد شيماء. ايوه بقى، ده احنا سخنا اهو. ده انت ما تجيش شعرايا في وركي، يعني وركي ده يعمل منك ثلاثه. لا مش لاقي. انا شايفه طفله قاعده قدامي. مش لاقي. ويا حبيبتي ايه مزنوقه في الكورنر. والرياكشن هلكه دماغي، هلكه دماغي، عايزه اقول لك جوه في مروحه شغاله. لا مش لاقيه. خسرت يا مي.